هلا بعطيك والله عيوني ألف مبروك يا أغلى خواني ابن بدر عجب حزامي لك من القلب جل احترامي يا عسى ما خلا يا عساني العبوا يا الجماهير غنوا واهتفوا له ومروا وهنوا ليل فال السعد فيك زاني ما يوفيك قبل قصيده الف مبروك ليلة سعدة ذهب الرجال والثماني كان يشلف I'm
مرحبا بكم
السلام عليكم.
Thank you.
ما جانا عذر بالوصول مسلمين مباركين
هذا علمنا وسلامتكم. معنا رمز عطا اني انا واخواني واولادي وعدنا مع الرجال هذا سلامتكم. رمز عطا يا اخ حربي، نسال الله ان يبارك لك وان يبارك عليك وان يجمع بينك وزوجك في خير. رمز عطا من عدلاك الله يسلمك. الله يحييهم الله يحييهم. السلام عليكم. السلام عليكم. مقبول توفى. حرام من عليك. لا انت وظيفه مرحبا يا رجال.
يلا حيهم. مبروك ألف مبروك، تستحقون كل التقدير، أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة. خلص لا ارجع لي ارجع ارجع لي ارجع لي ترى يسبونها في التلفزيون. والله إني أفكر إنه ما فيها ما الصوت ما يوصل. أول شيء ألف مبروك ما أقول بكر كما قال المستحق صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك له وبارك عليهما وعليهما في خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. هذه بداية الحياة، مثل ما وصينا يا أبو محمد عليك برضو نوصيها عليك، وبد الأمور إن شاء الله تكون بخير، والله يسعدكم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. أنا أدي أنا يزوج لي رهيب إيش اليوم؟ 18 محرم 1400 ندعو أن الله يزوجنا العام القادم إن شاء الله تكون أبنائنا. خلاص البركة الله يرزقكم في الصحة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما وعلينا وعليهم، اللهم ان شاء الله يوفقهم الى الاعمال من هالايام ان شاء الله. الف الف مبروك. الدرك الف مبروك من هالمال ومن هالعيال ان شاء الله. الف مبروك. التوفيق اسمه ومن هالمال ومن هالعيال. الله يبارك فيك.
بارك له بارك عليه ويجمع بينهم بخير ان شاء الله ويوفقهم جيران اعزاز واخلاق سلامة الله يجزاك لا هانتي لا هانتي لا هانتي كثر خير معذورين مسؤولين تفضل الى كثير من تستاهله وانه قليل في المعادله او زايد عباك I'm not afraid.
علينا بها والأمن والأمان وطاعة الرحمن. الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. أبو محمد صار له ذا الشهر اللي هو حربي ونحن أبوال عمة، ولا وقعنا عذر إلا مثل ما حصل، إنما ألفين وألف المسترة أنا وهذا اللي حواسي مفتاهم أنا 5000 ريال أنهي واجد الساهل وأنهي قليلة في ثمنها يغلق هالمحبة اللي بيننا وبينه وسلامة ذا الوجوم يسمع. الله يحييكم، ما هو عليكم من واجب اديته واكثر، والله يبيض وجهكم مرحبا لك. ارحبوا يا رجال الله يحييكم. الله يحييهم، ارحبوا تفضلوا. مرحبا لك، تفضل احييكم. لا هنتوا والله يدثر خير. الله لا يهيئكم، الله لا يهيئكم. الله لا يهيئكم، تفضلوا انك تجمل حالكم. مرحبا بكم ألف اللي جاء من قريب ومن بعيد، نفزع من جانا وقدرنا، والله يحيي ذا الوجيه. نحن يا عمان حرب مكلفين في واجبكم بكره في هذا المكان، اللي جاء من بعيد واللي جاء من قريب مرحبا تراحي بالسيف، ولا نبغى رجاني تعذرنا، لا انتوا يا آل ابو هاوي ولا انتوا يا اللي جانا من صبيان يا من ابداهم، انما طلابين لله سبحانه ثم لكم انكم تناوحون معنا في عشاء بكره ولا غدا ونفداكم، ما تعذرنا، وانا كلامي من كلام ربعي نفداهم، ما اخذ الا فضلتهم، هم المضيفين وانا علي الكلام، والله جماعتي وربعي هم الغبي. سلامتكم. خدعنا يا اخواني ابو هاوي وارحمه إنا يحرم علينا، أما بالنسبة لضيوفكم فإحنا معكم زين. وسلام عليكم. الله يسلمك ويطول عمرك. غفل على مطاليق أخوياك. ما بالنسبة الحين باللي عنده عمل واللي مشغول حن في وجه الله منكم. لا إله إلا الله. أنت عبد وجه الله ما في كلام. وجه الله أنت. الله يسلمك ويطول عمرك. استوى يا حربي، استوى يا حربي، استوى
يلا حيهم الله، حيهم تفضل المجلس، حياكم الله، يا مرحبا الف. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة هذه المباركة إن شاء الله العلي العظيم في هذه الساعة، إن الله يوفق حربي وإن الله يبني بيته ويوفقه دنيا ودين. حبينا نبارك له، الله يوفقه أجارتنا بالنور، الله يجزاك خير. والله الله يبني بيته ويبارك له ويجعل أهل مبروك ويبارك في زيادة إن شاء الله يتغمد إن شاء الله قريب إن شاء الله. ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم ويجمع بينهم في خير، والله يوفقك يا أبو محمد ويبني بيتك وعقبالي. الله يوفقك. لا أنت والله يكثر خير. الله يحفظك. إن شاء الله. الله يحفظك. لا أنت بإذن الله.